خلاف رئاسة الوزراء المنصب بين فكين، يطرح الصدر ثلاثة أسماء من بينهم مصطفى الكاظمي وعادل مهودر. يطرح الإطار التنسيقي حيدر العبادي ومحمد علاوي. الكرد والسنة يدعمان مرشحا شيعيا يحظى بتوافق الجميع. يشترط حزب الدعوة التصويت لصالح المرشح الصدري مقابل عدم التعرض للمالكي. قد يلتحق زعيم العصائب قيس الخزعلي مع المالكي في فريق المعارضة. إيران تقاتل على حجم ائتلاف دولة القانون سياسيا رغم قرار إبعاده، حيث حصل الأخير على 33 مقعدا. طموح المالكي يصل بالحصول على 3 وزارات إحداها سيادية، لكن الطموح يصطدم بفيتو الصدر. مطالب تراجعت بعدما كانت منصب نائب رئيس الجمهورية للمالكي إضافة إلى منصب نائب رئيس البرلمان وست وزارات من بينها 2 سياديتان. في كل الأحوال قد يقدم الإطار التنسيقي تنازلات أخرى حول اسم رئيس الحكومة وعدد الوزارات إذا رفض الصدر، فكيف ستنتهي هذه الأزمة؟